ازيكم عاملين يا رب؟ كنا بخير. برج القوس هنتكلم النهارده على توقعات الاسبوع الاخير لشهر اكتوبر لعام 2022. الاسبوع الاخير او الاسبوع الرابع احنا بالنسبه لاصحاب برج القوس لازم نقول تحذيرات فيه اكتر بكتير، لان حرفيا احنا عندنا الاسبوع الاخير هيكون الشمس برج العقرب، وده بالنسبه لك هيكون منزل معادي، منزل ال 12، فيكون عندنا العديد والعديد من الضغوط اللي لازم نخلي بالنا جدا منها. هيكون عندك في خلافات او مشاكل لازم نكون حذرين. كل ده هكلمكم فيه دلوقتي، بس خليني اوضح لك كده التاثيرين اللي هياثروا عليك من الناحيه السلبيه. اول حاجه ان الشمس موجوده ببرج العقرب، وده كتير هيكون مشاكل وخلافات، واعدائك قاعدين لك عاملين لك كده اللي هم بيستنوا لك الغلطة، وللأسف الشديد هيكون عندك اخطاء حرفيا بتقع فيها. طيب كمان كوكب الزهرة، كوكب الحب والعاطفة، موجود ببرج العقرب من يوم 23، فبالنسبة لك هنا لازم تكون حذر في الوضع العاطفي وعلاقات الأهل كمان، لأن هيكون في خلافات ومشاكل، وفي خلافات عائلية عاطفية، في جدل شديد جدا، فلازم نكون حذرين فيه أو من هذا الأمر. أوضح لكم برضو، هنتكلم بشكل تفصيلي دلوقتي، لكن من حتة الأيام وتأثير القمر عليك، اول حاجة ان احنا خلينا نتكلم على الايام الافضل والايام الغير افضل بشكل كتير اقوى. يعني الايام الغير افضل هو يوم 25 ويوم 26. يوم 25 ويوم 26 هيكون في خلاف شديد، في حدث ما بالنسبة لك هيأثر عليك بشكل سلبي، لازم تكون حذر جدا منه. للأسف الشديد لما بنيجي نقول على الأيام الضاغطة أو الأيام السلبية، في ناس ممكن تعتقد إن ده إحنا كده بنصب طاقة سلبية فيهم، ولكن إحنا بنتكلم من خلال وجهة فلكية ليس إلا. فخلي بالك كتير إن وجود القمر مع وجود الشمس ببرج العقرب يوم 25 و26، والقمر الجديد بالنسبة لك ده هيكون مشاكسة، هيكون خلافة، هيكون في حالة من العند، في حاجة بالنسبة لك على غير رغبتك متواجدة خلال اليوم، وحاجة هتشد أعصابك. طب محتاج إيه خلال اليوم عشان أبعد عن هذا الأمر؟ محتاج إن أنا أكون حريص جدا في قراراتي واختياراتي، وأحاول إن أنا على قد ما أقدر إني أستشير بعض الأشخاص اللي حواليا من أبراج هوائية أو أبراج مائية على القرارات، على التعاملات، لأن هيكون عندهم وعي أو بصيرة أكثر منك، فلازم تاخد بالك كويس جدا من النقطة دي. النقطة التانية، يستحسن إني أبعد عن الخلافات والمشاكل والأشخاص اللي أنا على جدل معاهم والأشخاص اللي أنا على خلاف معاهم. النقطة اللي بعد كده، اني احاول على قد ما اقدر اني ما ابتديش بدايه جديده، واني انا الم دنيتي اكتر، واني اقفل على نفسي خلال اليومين دول، لاني اعدي اليومين دول بسلام. طيب اليومين الافضل بقى ليك او الايام الافضل هو يوم 27 28 29. الايام دي بالنسبة لك هتكون رائعة، مميزة، هادية. الايام دي هتبقى في ظل العقبات او في ظل العداءات اللي انت بتمر بيها، القمر وجوده عندك هيديلك طاقة اكتر، هيديلك كتير من سرعة البديهة، هيديلك كتير من اجراءات ليها علاقة بتصليح الاخطاء. بالنسبة لك هيكون عندك اجواء هتبقى حلوة مميزة. الايام دي هتبقى فيها اشخاص هيدعموك او يساعدوك، يعني من الاخر الحظ هيكون حليفك. بس عليك برضو التأني، وعليك ان انت ما تبقاش عارف تقول مثلا، تقول اه الايام دي انا حظ فيها حلو وضارب، يلا اسعى، يلا خلص، بدون وعي او في تهور. لا، ما انا لازم برضو احتسب خطواتي بقدر كتير قوي، يعني افكر في الامر قبل اما انا اتخذ فيه اي اجراء. طيب دي الايام الافضل او الاحسن، فعلينا ان احنا عايزين نقدم على وظيفه، عايزين نعمل مشروع، عايزين نقدم على شيء، عايزين نصلح علاقات، عايزين نزور فلان علان. بالنسبه لك الفتره دي حلوه جدا، بس مع ان احنا نكون مركزين بدون تهور، يعني ما نتهورش في الامور. طيب النقطه اللي بعد كده بقى، ده الايام الافضل ليك والايام الاحسن. على فكره يوم 30 31 هيكون في خلافات ماليه وجدل في الشأن المالي، فلازم نكون حذرين شوية على برضو الأمور المالية، الحاجات اللي ليها علاقة بالبيع والشراء، مش وقتها 30 ولا 31 أبدا، الأمور المتعلقة بشأن قانوني أو قضائي. طب خلينا إن احنا نتكلم على الأمور المالية في البداية. الوضع المالي كتوتال الأسبوع كله
الامور الماليه هيكون فيها جدل شويه، فيها كتير اي نعم من ان انت بتحاول استعاده مكسب مالي، استعاده حقوق، هيكون الناس اللي عندها اجراءات قانونيه او اجراءات قضائيه هيكون عندنا في حاجه غيظاك شويه متضايق منها، يعني في حاجه ليها علاقه باجراءات قانونيه او قضائيه انت متضايق منها، ممكن تكون مثلا متطلبات او خلافات او الجو ده، الا ان هيكون عندك مساعي عديده جدا ناحيه ان انت عايز تصل الى حقك، عايز ان انت تنتصر بامر قانوني او حاجه قضائيه، ولكن استشاره الشخص القانوني اللي بتتعامل معاه هو الافضل، فحاول كتير ان انت ما تبقاش مصر على شيء، سيب الدنيا تاخد مجراها افضل، تمام؟ ده اللي هيكون احسن كتير ليك يا برج القوس لتجنب العداءات وتجنب الضغوط وتجنب المشاكسات، لان هيبقى في رده فعل عنيفه مع بعض الاشخاص اللي انت على خلاف معاهم بامور قانونيه قضائيه مسؤوليات ماليات، تمام؟ طيب النقطة اللي بعد كده ان هيكون عندك يا برج القوس ان في هيبقى في كتير من الامور المالية زي ما قلت لكم ان انتوا بتسعوا كتير الى حصول على مكسب مالي او تعويض او الجو ده، هيبقى عايز ان انت تعمل مشتريات وعايز ان انت يعني يبقى في مصاريف كتير، ممكن يكون عندك ان انت ضاغط على نفسك شوية، فلا انا عايزة ان انا اتوسع على نفسي اكتر، فيكون عندك النقطة دي شوية. طيب بالنسبة للعمل، الوضع المهني، الوضع المهني بالنسبة لك انت هيكون عندك كتير من مساعي مهنية، بتحاول كتير ان انت تكسب في الشأن المهني، تكسب من الناحية المالية او تكسب اسم او تكسب شهادة تقدير او تكريم او ترقية، فبالنسبة لك عندك ده جدا، اصدقاء العمل هتبقى كتير عايز تتواصل معاهم، عايز ان انت تتقارب معاهم، هيكون في اشخاص عارف فكرة اللي هو بصوا ركزوا في النقطة دي كويس عشان اقولها لكم بشكل بسيط عشان الكل يكون قادر انه يفهمها، عارف الشخص اللي يقول لك انت بتعمل شغل محدش بيعمله زيك، زي انا كده بالظبط، اجي اما ابقى عايزه كوبايه قهوه اقول لجوزي ايه، او والله بجد لو انا اصل انا في فترات كتير مثلا معرفش فاقول له انت بتعمل كوبايه قهوه، يا لهوي ما عمري في حياتي ما شربت قهوه من حد احلى من قهوتك، والله بقعد اقول له كده يقول لي يا بكاشه مش عارف ايه، وفي الاخر خلاص يعني ربنا يكرمه ويحفظه وبيعمل لي كوبايه القهوه، ليه؟ عشان نفخت في القهوه اللي بيعملها. فبرج القوس عندك اشخاص هتقعد تتكلم على شغلك وانك قد ايه شخص مميز وانك وانك والجو ده كله، وفي الاخر عشان خاطر ان انتوا تلبوا الشغل ده، فخلي بالك عشان في اشخاص بتتمصلح، في اشخاص هيكون عندهم فكره اللي هو عايز ان هو يعني يطلع منك بمصلحه فانفخ في الحاجه اللي انت بتعملها عشان تعملها لي، فخلي بالكم كتير ان في ناس عندها استغلال ليك ولشخصك ولشغلك ولجهدك بطريقه كلام معسول، فلازم ناخد بالنا كويس جدا من الناس اللي بتاكلنا بالكلام عشان نخلص لها مصالح، هيبقى عندك ده قوي، فلازم تاخدوا بالكم ما تضيعوش وقتكم والجو ده كله على كلمتين حلوين بدون استفادة، تمام؟ فخلي بالكم وركزوا كويس جدا، لان في ناس لان ده شخص عاده شوية كده مستغل يعني، فخلي بالكم كتيرة. طيب النقطة التانية في الوضع المهني ان هيكون عندنا كتير من مشاوير واجراءات وعمالين نخلص حاجات ليها علاقة او متعلقات بامور مهنية، ففي متاعب شوية في الشأن المهني لكنك بتنجز، بس حاول توفر وقتك لنفسك وتركز لنفسك، تمام؟ طيب بالنسبه لبرج القوس ده اذا الشأن المهني، فاذا اتكلمنا على الوضع المالي والوضع المهني، الامور العاطفيه بقى. الوضع العاطفي كوكب الزهره بدخوله لبرج العقرب ده بالنسبه لك منزل معادي، طيب يعني ايه؟ يعني اخلي بالي كويس جدا من الاشخاص اللي بتتدخل في شؤوني العاطفيه، اخلي بالي كويس جدا ان مشاكلي ما بيني وما بين الحبيب ما طلعهاش بره. ليه؟ لان عارف فكره السر لو طلع بره اتنين ما يبقاش سر، وبالعكس كمان لان انت مصاب بالاعين، يعني عندك عين ممكن تبقى علاقتك العاطفيه حلوه هوب نبقى حسد، هوب طاقه سلبيه، فلازم ناخد بالنا كويس جدا من ده. طيب ده جزئيه، الجزئيه الثانيه يستحسن ان خلال الاسبوع كله ما بلاش اي اتفاقات عاطفيه، اجراءات عاطفيه، بدايات عاطفيه، لانها هتكون معظمها هتبقى مش عايزه اقول فشل، بس هو هيبقى فيها نوعا ما من الفشل، فلازم نكون حذرين، يعني لازم نكون واخدين بالنا كويس جدا جدا من الوضع العاطفي ونتجنب البدايات العاطفيه. طب اذا اضطرينا او بقينا مضطرين لان احنا نتخذ خطوات عاطفيه، هيبقى عندنا ايام معينه، يوم 21، يوم 23، يوم 24، يوم 27، 28، 29، فهي اللي نوعا ما افضل، اللي نوعا ما افضل في بدايات عاطفيه، لان احنا لو مضطرين الى هذا الامر.
طيب بالنسبة يا برج القوس للناس اللي عندهم أصلا اللي هم مش مرتبطين، الناس اللي مش مرتبطة هيكون عندنا كتير من المعجبين، بس الفكرة كلها إن هيكون في أشخاص هيكونوا طمعانين فيكم، فلازم تاخدوا بالكم كويس جدا من الأشخاص اللي ممكن تطمع فيكم. الناس المرتبطة وعندهم مشاكل عاطفية مع الأشخاص المرتبطين بيهم، احذروا جدا من الطرف الثالث، واحذروا جدا من المشاكل والخلافات والمشاكسات العاطفية، خاصة لو أنتم مرتبطين ببعض الأبراج. أقول لكم 4 أبراج برج من كل مجموعة: برج العذراء الترابي، برج السرطان المائي، برج الدلو الهوائي، برج من الأبراج النارية الأسد. فدول أكتر الأبراج اللي المفروض إن أنت تكون على حذر معاهم في العلاقات العاطفية، لأن هيكون في العديد من المشاكسات والأمور الجدلية. طيب بالنسبة للناس المنفصلين، هل هيبقى في رجوع؟ خلي بالك كتير من إن أنت ممكن تبقى عايز ترجع وتصلح علاقة ترجع تبوظها، يعني طب كل الأيام؟ لا، عندك أيام ممكن يحصل فيها نوعا ما من الرجوع، زي ما قلت لكم 23 24 يوم 27 28 29، دول الأيام اللي هيستحسن فيهم إن أنت تتخذ قرارات خاصة بالرجوع، أو إن أنت يبقى في مشورة ما بينك وما بين الشخص اللي هو من الماضي لأجل يبقى فيه رجوع. طيب برج القوس، اذا ده الشأن العاطفي، هو بالنسبة لك اسبوع مليان تحذيرات طبعا، لكن في نفس الوقت هيبقى عندنا ايام، هي الايام دي انا بسميها ايام من نعمة ربنا لينا، ان تأثير القمر عليك يديلك هدوء، يديلك مش عارفة ايه، تتخذ قرار ايه، يديلك شخص يساعدك في ايه، فاهمني؟ ففي ايام لطيفه. بس بالنسبه لكم خلي بالكم كتير من التوقيع على عقود، التوقيع على اوراق، ان انتوا تبقوا مستنفذين من قبل اشخاص، لان في اشخاص استغلاليين حواليكم جدا، سواء اصدقاء، سواء اصدقاء عمل، سواء احبه كمان يعني، او شخص يدعو محبتك، يعني اللي هو ايه، انا بحبك وانا بحبك ومش عارفه ايه والجو ده، لان في ناس ممكن تكون تدخل لينا باطار عاطفي وهم كل همهم مال مركز جو ده. فاذا بتمنى كتير ان انا اكون فدتكم، بتمنى لكم اسبوع سعيد، بتمنى اسبوع ان انتم تكونوا حذرين فيه اكتر، وزي ما احنا وضحنا الايام والجو ده كله. بشكركم كتير، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناه تفعيل الجرس. سلام.